وهذا سائل يسأل يقول: أحسن الله إليكم، ما الرد على من استدل على حديث الشفاعة بجواز طلب الشفاعة من المخلوق ليشفع بها عند الله؟ اي نعم، تطلب الشفاعة من المخلوق الحي الحاضر، لأنهم يطلبون من الرسول صلى الله عليه وسلم وهو حي حاضر يوم القيامة. أما طلب الشفاعة من الغائب أو من الميت فهذا لا يجوز. نعم.